السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة أنيمال وورلد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب. فيديو النهاردة هيكون عن اشهر مرض فيروسي معروف منذ القدم بيتنقل من حيوان للانسان. والمرض ده احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان احنا هنمهد ليه في الفيديو اللي فات، وهو مرض الريبيز او السعار او داء الكلب. مرض الريبز بيمثل خطورة كبيرة جدا عن صحة الإنسان ومسؤول عن وفاة الكتير من الأشخاص سنويا، معظمهم في آسيا وفي أفريقيا. المرض ده سببه فيروسي وهو الليسا فيروس. الليسا فيروس بيصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان، وبالتالي هو مميت جدا في الإنسان والحيوان. لو سألتني إيه يا دكتور الحيوانات اللي ممكن تنقل لك المرض ده، أقول لك السعار بيجي لكل الثدييات، ولكن فصيلة الكلاب هي العائل الأساسي للمرض على مستوى العالم. مش بس فصيلة الكلاب، وما أشبه بفصيلة الكلاب، زي الكلاب، زي الثعالب، زي الذئاب، زي الراكون، زي حيوان النمس، وكمان الخفافيش اللي بيجيلها المرض وبتكون مصدر للعدوى في الإنسان في أمريكا. الفيروس ده ممكن يصيب البقر والخرفان والمعيز والجمال والحمير والخيول والقطط، لكن نرجع ونقول إن الكلاب مسؤولة عن 99% من حالات السعار في الإنسان على مستوى العالم. لو سألتني يا دكتور إيه أعراض المرض اللي مش ممكن أشوفها على الكلاب كمربي، كدكتور، كمزارع، كشغال في الفيلد، المرض ده بيبقى ليه طورين. الطور الأولاني اللي هو البرودرومال فيز أو الطور البدري، بيظهر تغير في سلوك الكلب وبيختفي في زوايا مظلمة، أو بيبقى واخد ركن لوحده وبيتصرف بارتباك غير عادي، وبيرتفع درجة حرارة جسمه ارتفاع خفيف، وبتزيد الحساسية عنده للضوء والمية والرياح. وبعد يوم لتلات أيام بيصبح الكلب عدواني بشكل خطير، وبيعض في أي حاجة، بيعض في الحيوانات اللي زيه، بيعض في الإنسان، بيعض في الجماد، بيعض في أي حاجة مربوط فيها، وبيزيد إفراز اللعاب عنده بشكل كبير وبشكل فظيع. سبب إفراز اللعاب عنده بيكون بسبب عضلات البلع عنده بتكون مشلولة، وبيجي بعده شلل في الجذع والأطراف. بعد الطور البدري أو البرودرومال فيز بيبدأ بعد كده البراليتيك فيز اللي هو الطور الصامت. بيبدأ الطور الصامت أو الشكل الصامت في الحيوان بشلل في عضلات الرأس والرقبة مع تهيج خفيف أو عدم وجود التهيج على الإطلاق، والحيوان بيلاقي صعوبة كبيرة جدا في البلع وشلل في حيوان الأطراف وبيموت في الآخر. والقدام حضراتكم في الفيديو ده بيوضح الأطوار اللي بيمر بيها الكلب. Thank you.
دي بتبقى مشابهة جدا في القطط. وكان في ريبورت إن في كولومبيا كان اتعرض لإنسان بالغ للعض من قط مصاب بالسعار، ونقل الفيروس ده للإنسان وظهر عليه أعراض السعار ومات في الآخر. طيب هل السعار ممكن يتنقل للخيول؟ طبعا، من خلال الفيديو اللي قدام حضراتكم ده أعرض عليه المراحل اللي بيمر بيها الحصان. لما يتعض الجرح بيألمه لدرجة إن هو بيقطع لحمه وجلده من كتر الإحمرار والهايبر سنسيتيفيتي اللي بتجيله، بيبقى اللعاب بغزارة شديدة وبيعض في أي حاجة جنبه زي الأخشاب، زي جسمه، زي الحديد اللي حواليه. تيجي تقولي ممكن العدوى تصيب الإنسان؟ أقولك الفيروس ده بيصيب الجهاز العصبي للحيوان، وبالتالي الفيروس ده بيخرج من لعاب الحيوان عن طريق العض. اللعاب اللي بيبقى مشحوم بالفيروس، اللي مليان بالفيروس، من خلال جرح بيبقى حديث في الجلد، أو من خلال الأغشية المخاطية السليمة الموجودة في الإنسان، أو عن طريق التنفس. ده نادر جدا جدا لأنه بيحتاج لتركيز عالي من الفيروس، ودايما بيحصل الكلام ده في الكهوف اللي بتعيش فيه الخفافيش أو في المعامل أثناء تحضير اللقاح. أنت ممكن تسألني هل ممكن تجيلي عن طريق المعدة إن أنا أشرب لبن بقر مصاب بالسعار؟ ده نادر جدا وما حصلش حالات عن طريق الأكل بتاع اللحوم النيئة. هل المجترات كبيرة أو صغيرة، شيب وجوت وكاتل وبافالو، بيجيلهم المرض؟ أكيد بيجيلهم المرض، بس بصورة أقل حدة من الإنسان والكلاب والخيول. بيبقى بينهم عامل مشترك وهو اللعاب الزيادة، لكن المجترات تختلف إن هي بتبقى خايفة من كل حاجة بتجري، خايفة من الفراخ، خايفة. وقدام حضراتكم بيوضح إن الجاموس والبقر قد إيه بيخاف من الحاجات اللي بتجري قدامه بفعل التأثير العصبي بتاع المرض. طيب لو الإنسان اتعرض للعض، إيه اللي ممكن تشوفه عليه أو يظهر عليه؟ هستعرض لكم فيديو قدام حضراتكم مبسط ومجمع فيه الأعراض عن الإنسان. بيبدأ المريض بالشعور بالقلق، صداع، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة جسمه، فرط الحساسية للصوت والضوء، وزيادة إفراز اللعاب بغزارة بيبقى شبه الرغوة، وبيرفض إن هو يشرب سوائل أو ياكل، وتعرف الظاهرة دي برهاب الماء أو بيخاف من المية، بيميل إن هو ياخد ركن لوحده أو مكان مظلم، وكمان بيحصل له تشنجات في العضلات التنفسية وبيؤدي إلى وفاة المريض. إحنا ممكن نعمل إيه لو الكلب بتاعنا اتعض؟ لو الكلب لم يظهر عليه أعراض، بتحجزه لمدة 10 أيام عشان تشوف عليه الأعراض، ولو ظهرت عليه الأعراض بتقتله قتل رحيم على طول. طب الكلب لو اتعض وهو غير محصن تعمل إيه؟ الكلاب والقطط اللي مش محصنة لما بتيجي تتعرض للعض من حيوانات معروف عنها إنها مصابة بالفيروس بتتقتل فورا أو تحتجز لمدة 6 شهور على الأقل تحت إشراف طبيب بيطري، وبتحصن ضد الفيروس قبل الإفراج عنها بشهر. ولو كان تم تحصينه قبل كده بيعاد تحصينه واحتجز لمدة 45 يوم. إزاي ممكن نحمي نفسنا من خطر الفيروس ده اللي هو بيشكل خطورة كتيرة جدا جدا على الإنسان في أمريكا وفي أفريقيا وجميع الدول بتمثل خطر عليها أيا كانت؟ تطعيم الكلاب بشكل منتظم، لازم ياخد جرعات التطعيم في ميعادها، وبيحمي الكلب ده وبيحمي الإنسان، يعني مش يحمي الكلب بس، لأ بيحمي الإنسان برضه. لازم نوعي الأطفال والكبار عن المرض ومراقبة سلوك الكلب لو اتغير. لو انت اتعضيت من كلب ومش عارف مسعور ولا مش مسعور تعمل ايه؟ بتغسل الجرح كويس جدا بالمية والصابون، وبتحط صبغة يود، وبينبغي عليك ما تخيطش الجرح ده لأن انت بتحتاج ان انت تحط المصل المضاد في المكان اللي اتعضيت منه. وإن كان ولا بد إن أنت عايز تخيط الجرح، لازم تعمل ارتشاح موضعي بالمصل المضاد، ولازم يكون الخياطة غير محكمة ولا تعوق النزف. وبعد كده بتاخد جرعة التيتانوس بعديها، وبعد كده بتاخد التحصين في نفس اليوم، وتاخد الجرعات الكاملة في ميعادها حسب الجدول المتبع لكده. لو جيت تقول هل العالم انتبه للمرض ده؟ أكيد. سنة 2015 تأسست أول منظمة دولية اسمها Global Alliance for Rabies Control، متخصصة فقط للقضاء على السعار في البلدان والدول المتقدمة ومساعدة بعض الدول النامية، بس ده كان طبعا مش في مصر. المؤسسة دي اتبعت نظام إن هي تتخلص من جميع الستري دوجز أو الكلاب اللي ممكن تسبب لك في المرض أو من الخفافيش، وتقضي عليهم قضاء تام. هل في حاجة تانية انتبهت للمرض؟ آه، يوم 28 سبتمبر من كل عام كندا عملت يوم احتفال كل أسرة بالكلب المعالج من السعار
ولو في تطعيم بيعملوه مجانا بغرض القضاء على المرض. ولو جيت سألتني مصر دورها ايه من كل المحاولات للقضاء على مرض السعار، مصر بدأت توحد الجهود ما بين الوزارات والجهات المعنية، وكان في اقتراح تخصي كلاب الشوارع عشان ما يزيدش عددها وما تتكاثرش، وبالتالي بيقلل المرض عندي في مصر. فيديو السعار خلص، وبشكر جدا جدا خالص الشكر لقسم أمراض المشتركة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة على جهودها المستمر لتقديم ما هو أفضل للتوعية ونشر الحذر ما بين المواطنين، وبشكركم على حسن استماع. أشوفكم على خير في فيديو جاي. يلا سلام عليكم.